السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية إخواني ومتابعيني في كافة أنحاء الوطن العربي. رح نحكي في الفيديو هذا عن موضوع فقدان التوازن عند الطيور. هذا الموضوع أنا نزلت قبل فترة فيديو عنه ونسألت عنه كتير، ليش بتحط ليش كان الدواء متوفر في الأردن ومش هاي. أنا حاولت أبعته لأكثر من دولة عربية والحمد لله بعتنا على أكثر من دولة، ولكن هلأ رح أشرح في هذا الفيديو عن موضوع التوازن، أسبابه والوقاية والعلاج. طبعا من أهم أسباب، يعني من أهم أسباب فقدان التوازن، أول شيء الفاش. بدناش نضل نعيد ونزيد في موضوع الفاش، لازم يكون قفصنا نظيف وعصفورنا نظيف خالي من الفاش، وفي نشتغل على هذا الموضوع بشكل دوري إنه العصفور، لأنه العصفور إذا كان فيه فاش أو في كان في القفص فاش بده يمص دمه، بده يكون العصفور واقف بحالة عدم توازن. هلأ الموضوع الثاني هو موضوع الأمراض. الطير في حال المرض بكون مستضعف وبكون مش بكامل صحته، فبكون برضو عنده فقدان توازن. بدنا ندير بالنا من مرض السالمونيلا، فمرض السالمونيلا هو سبب من الأسباب الرئيسية اللي بتؤدي لفقدان التوازن، فلازم في حال إصابة الطير بالسالمونيلا نستخدم العلاج المناسب فورا. هلأ الموضوع المهم اللي هو أنا حكيت، يعني اللي أنا عملت الفيديو هذا عشانه، هو موضوع التوازن الغذائي المهم، اللي أهم موضوع وهو السبب الرئيسي لفقدان التوازن عند أغلب المربين، عدا عن الأمراض وعدا عن الفاش، موضوع التوازن الغذائي. كيف التوازن الغذائي؟ هلأ في إن بعض المربين بيستخدموا المكملات الغذائية والإكفود والبيض بشكل غير منتظم، يعني لازم ندير بالنا في موضوع تقديم البيض أو البديل، البيض البديل زي الإكفود، وندير بالنا بعدم الإفراط في استخدام المكملات الغذائية اللي هي تضاف على الإكفود. يعني في مربين بيستخدم من الشركة هاي مادة ومن الشركة هاي مادة ومن الشركة هاي مادة، بجمع مجموعة أغراض يعني وبشكل غير مدروس بحطها كلها بالإكفود وبقدمها للطير. هذا شيء خطأ، لازم تكون دارس البذور قديش فيها مثلا بروتين وقديش البيض أو البيض البديل فيه بروتين، وقديش المواد اللي هي مضافة على الإكفود فيها بروتين، عشان نقدر يعني نحط المواد هاي بشكل منتظم دون أن نوقع في خطأ الإفراط في استخدام الدهون والإفراط في استخدام المواد اللي هي مضافة، وهذا الحكي بيسوي لنا فقدان توازن. هلا الوقايه زي ما قلت لكم، الوقايه هي بخصوص الفاش لازم نستخدم الاشياء الوقائيه زي الايفو، ممكن نحط على رقبه الطير ننظف قفاصنا. بخصوص الامراض، اذا كان الطير مصاب بمرض لازم نشخصه بشكل صحيح ونشوف المرض المناسب ونستخدم الدواء المناسب. هسه بخصوص التوازن اللي هو التوازن الغذائي، لازم ندير بالنا في علاج الطير، يعني الوقايه، ان احنا ما نستخدم الاشياء هاي بشكل مفرط ونضيف بيض ونضيف إكفود وأكثر من منتج نستخدمه ونرفع البروتين ونحط منتجات مضافة على الإكفود ما هب ودب. لازم نكون دارسين هاي الشغلات منيح. هذا الوقاية. هلأ بخصوص العلاج، لازم نعمل حمية للطيور المصابة. أي طير مصاب في فقدان التوازن بدك تعرف إشي طبيعي إنه صار عنده ارتفاع في البروتين في الدم والحديد، فعشان نقدر نسيطر على هذا الحكي لازم نعمل حمية للطائر المصاب. طبعا الكلام موجه مش فقط للكناري، لكل الطيور مثل الحسون مثل الباجي مثل الكوكاتيل أو أي طير مصاب في حالة عدم توازن، بدنا نحاول نعمل حمية للطير. نستخدم البذور البيضاء مش البذور السوداء لأنها فيها نسبة دهون عالية. البذور البيضاء مثلا، خلينا نحكي على الكناري، نستخدم البريق لحاله، بنحط معاه شوية بريلا مثلا أو بذور الشيا، شغلات يعني مفيدة للطير بدون المواد الملونة. المواد الملونة لأنها بسكوت وقرشلة ومواد مصبوغة، يفضل استخدام البذور اللي هي بدون ملونات. والبذور البيضاء للحسون، يعني مثلا البذور البيضاء ما نستخدمش بذر الشوك بشكل مفرط، ما نستخدمش القنبز المحروق، الأشياء اللي بتؤدي إلى ارتفاع البروتين أو ارتفاع الدهون في الدم عند الطير.
طبعا في حال إصابة الطير بعدم التوازن، تقديم البذور هاي حمية كاملة من 10 ل 20 يوم، يعني ممكن نستخدمها 15 يوم على الأقل. نعمل هاي الحمية، بإضافة كمان ممكن نستخدم بعض الخضار والتفاح والشغلات هاي، ما بتأثر على الطيور والخضروات بشكل عام. طبعا في هاي الفترة لازم نعطي طول الفترة بشكل منتظم فيتامين بي كومبلكس. البي كومبلكس كتير مفيد للطيور في حال إصابتها بحالات عدم التوازن. انا بستخدم البي كومبلكس، عندي الريسبير فيجور، هذا دواء عباره عن مجموعه بي كومبلكس مفيد لمشاكل التنفس ومشاكل التوازن، بفيدك في للوقايه من مشاكل التوازن. في حال اصابه الطير بفقدان توازن لازم نضل نستخدم بي كومبلكس على الاقل لمده 10 ايام. طبعا كل بي كومبلكس مكتوب عليه من شركه اخرى، بكون مكتوب عليه الجرعه الوقائيه للطير اذا كان تستخدمه، بس الطير المصاب لازم ينعطى على الاقل من 10 ل 14 يوم فيتامين بي كومبلكس. طبعا في ان انا بستخدم برضه، عندي من شركه بادوفان عندي خلطه اسمها ويلنس، هاي الخلطه مناسبة جدا لحالات عدم التوازن، لأنه هاي الخلطة فيها أول شيء تحتوي على بذور الشيا، تحتوي على سبرولينا طحالب، تحتوي على كالسيوم، تحتوي على فواكه، فيها برضو حبيبات البلت، وفيها مجموعة من البذور زي البري، زي مثلا البريلا موجودة جواها. الخلطة هاي بتعمل برو بالانس، زي ما احنا شايفين هون برو بالانس. برو بالانس يعني توازن غذائي. هاي الخلطة بتعمل للطير توازن غذائي فترة المرض، وبرجع الطير بعد الحمية اللي بنقدم له اياها. طبعا في كل الشركات اكيد موجود اكل بكون بروفيشنال، هذا الاكل بكون مكتوب عليه برو بالانس، هذا اللي ممكن تستخدمه في حالة عدم فقدان التوازن. طبعا انا اللي كنت استخدمه اخواني، كنت استخدم بي كومبلكس، وكنت استخدم زيت الاوكاليبتوس، هذا كان يفيدني في حاله فقدان التوازن بنسبه 75%، لانه الطير اذا ما كان لحقناه باول مراحله صعب نقدر نسيطر عليه. فان شاء الله يكون هذا الفيديو مفيد لكل الشباب، لانه كثير انسالت عنه هذا الموضوع، وانه انا بدي اعمل فيديو. اجانا ظروف الكورونا وكذا، انا وعدت الناس اني انشر فيديو خاص عن موضوع التوازن، والحمد لله هاي الفيديو هذا صار بين ايديكم. انا مستعد للاجابة على اي استفسار على قناتي على اليوتيوب، لانه بدناش نشتت الاجابات، لانه في كتير بيجين رسائل على الواتساب، بيجين رسائل على الفيسبوك، على المسنجر، على اكثر من وسيلة. خلينا نرد على التعليقات على اليوتيوب احسن، عشان اقدر اجاوب على كل التعليقات الموجودة. ان شاء الله يكون هذا الفيديو فيه شرح كافي عن موضوع التوازن. لمعلومات بشكل أدق عليك اقتناء الموسوعة الميسرة للكناري والموسوعة الميسرة للحسون، كتب قيمة فيها معلومات ممتازة. كان معكم أخوكم يوسف حمدان أبو سفيان من الأردن، شكرا للاستماع وإلى اللقاء.